TB. TB is an infectious and contagious disease. سببه ايه؟ سببه بكتيريا اسمها Mycobacterium tuberculosis. TB ممكن يكون pulmonary TB, extra pulmonary TB. pulmonary TB معنى ذلك ان هو هيبقى البكتيريا دي هتشتغل في اللنج بس مش هتطلع برا اللنج، وكل السيمتوم بتاعتي اللي هتبان سيمتوم ريليتد للنج ديزيز، هيبقى اسمها pulmonary TB. او ممكن البكتيريا دي spread to other organs in the body، وبنقول عليها في الحالة دي extra pulmonary TB، ودي طبعا most serious disease، وبيعمل لي حاجة اسمها miliary TB اللي بيؤدي لي في الاخر للدس. التي بي بيتنقل من بيرسون لبيرسون عن طريق الايربورن ترانسميشن، والانفكتد بيرسون ده بيطلع نيوكلاي هي صغيره جدا من 1 لـ5 مايكرومترز ان دايامتر، بتتنقل عن طريق التوكينج، الكافينج، السنيسنج، اللافينج، السينكينج. زي ما قلنا في بقى حالات نادره جدا ممكن يتنقل فيها التي بي عن طريق الانجستشن اوف كونتامينيتد ميلك او برودكت بنسميها، يعني ممكن بيرسون ياخد ميلك برودكت اصلا فيها البكتيريا المايكوبكتيريوم تيوبركلوزيس دي موجوده في الميلك، ودي رير جدا ان هو ممكن يحصل، وده بنسميها مايكوبكتيريوم بوفيس. عشان لو المصطلح ده قابلكم، المايكوبكتيريال بوفيس ده البكتيريا او تي بي اللي بتجيلي عن طريق انجستشن اوف كونتامينيتد ميلك برودكت، ودي السبب الرئيسي اللي بيعمل الاكسترا بالمونري تيوبركلوزيس. يعني معنى ذلك ان البكتيريا مش بس هتفضل في اللنج، لا دي هتنتشر لي في اجزاء كتيره واورجنز كتيره، وهتمشي كمان في البلاد ستريم في البودي بتاع الانفكتد بيرسونز ده، وتعمل لي اكسترا بالمونري ديزيز وسيمتومز كتيره جدا في اماكن كتير هنعرفها بعد كده. قالوا ان مش كل بيرسونز عنده تي بي هو سيك، بالفعل هو يقدر يعمل لي انفكت من يعدي من واحد للتاني، مش كل واحد عنده تي بي او مايكوبكتيريوم تيوبركلوزيس ده هيعدي. عشان كده عندنا تو تايبس من التي بي، في حاجه اسمها ليتنت تي بي انفكشن، في اكتيف تي بي ديزيز. الليتنت تي بي انفكشن هو بالفعل عنده البكتيريا لكن هو مش باين عليه اي سيمتوم، فبنقول ان هو اسيمتوماتيك بيرسون، مش هيبان عليه اي سيمتوم للتي بي، وكمان مش هيحس ان هو سيك ولا اي حاجه هتبان عليه، ونوت انفكشوز ومش هيعدي لحد تاني خالص عنده. يبقى ليتنت تي بي اسيمتوماتيك، موجود عنده البكتيريا لكن هي نوت اكتيف. التي بي طب هل هيعدي؟ لا مش هيعدي. التي بي ديزيز ده طبعا بيحس بكل السيمتومز بتاعت التي بي، وبيكون سيك، وكمان بيكون انفكشوز، يعني سهل ان هو يعدي بقيه الناس اللي حواليه كلها عن طريق الدروبلت او الاير بورن ترانسميشن. ده الفرق بين ليتنت تي بي والاكتيف تي بي ديزيز. واتفقنا ان في اكسترا بالمونري تي بي، ودي اللي بيخرج بره اللنج، البكتيريا بتخرج بره اللنج تعمل سبريد اول اوفر ذا بودي، بتروح الكيدني، بتروح البرين، بتروح بادي اماكن كتيره في البادي وفي البلاد ستريم، بتبدأ تعمل لي سيمتومز اكتر وتؤدي لي للميلوري تي بي اللي ممكن هيوصل منها في الاخر. ازاي بتحصل التيوبركلوزيس، او ايه الباثوجينيزيس اوف تيوبركلوزيس؟ اولا بيحصل نمبر 1 اكسبوجر تو سورس. الانسان ده او البيرسونز ده اللي هو هاي ريسك ان يحصل له، مين هم الهاي ريسك ان يحصل لهم؟ اكتر سبب عندي هو الاميونو ديفيشنسي ديزيز، اميونو سبريسيف ديزيز، او عنده مشكله في الاميون سيستم. اول ما بيتعرض للسورس بتاعي من اي سورس بقى عموما، المهم ان جاله المايكوبكتيريوم تيوبركلوزيس. المايكوبكتيريوم تيوبركلوزيس موجوده في بيرسونز معين، هيحصل لها عن طريق الكافينج مثلا، طلعت حصل لها ايرلايزيشن في اوف دروبلت نيوكلاي، يعني ايه ايرلايزيشن؟ يعني هتبدا تنتشر في الاير بتاعتنا في الهواء. لما تنتشر في الهواء في دروبلتس موجوده عندي في الاير، هيحصل لها انهاليشن. في بيرسونز تاني سسبتبل هيحصل له انهاليشن للبكتيريا، هياخد البكتيريا دي، هو اخذ البكتيريا 50% من 50% من الانفكشن، الدروبلتس دي بتضيع وما بيحدش بيحصل له انهاليشن بيها. طيب في حاله ان حصل انهاليشن للبكتيريا، تبدا البكتيريا دي تدخل اللنج. لما تدخل اللنج احنا عندنا الاميون سيستم بتاعنا في حاجه اسمها الماكروفيجز، والماكروفيجز دي المسؤوله ان هي تعمل لي ديستروينج لاي فورين بودي بيدخل عندي، وده شغل الاميون سيستم بتاعنا. لما بتدخل بيبدا يدخل او تدخل عندي في الالفلر ماكروفيجز، الالفلر ماكروفيجز تبدا تعمل فايتنج للبكتيريا دي لحد ما نشوف مين فيهم
مين فيهم هيعمل فايتنينج للتاني؟ ما لو البكتيريا عملت فايتنينج الماكروفيجز معنى ذلك البكتيريا هيحصل لها مالتيبليكيشن اكتر وممكن سبريد اوت سايد اللونج كمان. لكن لو الاميون سيستم، عشان كده احنا بنقول ان في مشكله في الاميون سيستم خلاص البيرسونز ده هيكون اكتيف تي بي. لكن لو الماكروفيجز او الاميون سيستم عموما كويس وبيشتغل كويس، اكيد الماكروفيجز يا اما هتعمل لي حاجه اسمها كالسيفيكيشن، يا اما هتخلي البكتيريا دي ان اكتيف ويدخل البيرسونز ليتن تي بي، لحد لا قدر الله حصل اي حاجه في الاميون سيستم ممكن يحصل لها ري اكتيفيشن، او تفضل كالسيفايد عندي وما يظهرش اي سيمتوم ولا هو معدي ولا اي حاجه، ولو اخد تريتمنت ممكن يتعالج. طب في حاله ان الاميون سيستم ما قدرش ان هو يعمل لي فايتنج للبكتيريا دي، البكتيريا تبدا تعمل لي مالتيبليكيشن في الماكروفيجز، هتبدا تجرو بتكبر معايا في الماكروفيجز، هتكون حاجه اسمها جرانيولوماس ليشنز او بنقول عليه كيزيس نيكروزس، بتعمل نيكروزس في اللنج. يعني كيزيس نيكروزس بتبقى زي بالظبط يعمل قطعه في اللنج كده زي بالظبط قطعه الجبنه القريش، بتبقى بيضه ومنقطه كيزيس نيكروزس. في الحاله دي ممكن لما اول ما تكون الكيزيس نيكروزس هي كل ده جوه الماكروفيجز. طيب في حالة ان البكتيريا كيس تو جرو، البكتيريا دي ما قدرتش، الماكروفيجز هي اللي بدأت تتغلب عليها والبكتيريا دي ما قدرتش ان هي يحصل لها جروينج، تنمو جوه الماكروفيجز دي، هيحصل حاجة اسمها ليجن كالسيفايد. ليجن كالسيفايد تبدأ الماكروفيجز تكون حوالين البكتيريا دي زي طبقة من الكالسيوم، طبقة الكالسيوم دي هتمنعها ان يحصل لها جروينج مالتيبليكيشن، مش هتقدر تتحرك منها. عشان كده لما بنعمل تشيست اكس راي للبيرسونز اللي عنده ليتن تي بي بنلاقي زي قطعه بقعه بيضه جوه اللنج بس البقعه البيضه دي ولا فيها كافيتيشن ولا حاجه، هو ده بالظبط الليشن كالسيفيكيشن اللي بيحصل. كالسيفيكيشن طبقه كالسيوم بتحوط البكتيريا دي بحيث ان ما بتقدرش تطلع بره الماكروفيجز ولا يبان عليه ساينن سيمتوم ولا يقح سبيوتم فيها البكتيريا ولا يعدي اي بيرسونز تاني. ودي لو حصل ان اميونو سبريشن، حصل ان في اميونو سبريشن هيحصل لها ري اكتيفيشن وتعيد الكره من اول وجديد ويدخل البيرسونز في اكتيف تي بي. اكتيف تي بي، طب الاكتيف تي بي هتحصل امتى؟ بعد حتة الكيزيس نيكروزس وهو جوه الماكروفيجز. احنا اتفقنا ان لو الماكروفيجز هي اللي بدأت تعمل فايتنينج والبكتيريا ما قدرتش تطلع ولا جروينج تعمل لي كالسيفيكيشن. طب لو حصل العكس وان البكتيريا بدأت تبقى مالتيبليكيشن وكمان الاميون سيستم بتاع البيرسونز ده ضعيف والماكروفيجز بدأنا البكتيريا هي اللي تتغلب عليها، هيحصل حاجة اسمها ليجن ليكويفايز. يعني ايه ليجنز ليكويفايز؟ معناها ان في الحالة دي ان الليجنز دي او ان النيكروزس الباكروفيجز دي هتفتح، لما تفتح مني هتبدأ البكتيريا تنتشر في اللونج، هيحصل لها سبريد في اللونج، ومش بس في اللونج ده كمان ممكن سبريد للبلاد واذر اورجانز في البادي وتعمل لي ميلري تي بي وتدخل في الدس، او كمان هيظهر عليه ان البيرسونز ده هيكافي سبيوتوم، هيطلع سبيوتوم فيها بكتيريا. معنى ذلك ان لو عملت كانشر للبيرسونز اللي هو اكتيف تي بي في الحاله دي البيرسونز هيطلع بوزيتيف سبيوتوم كالشر، لان السبيوتم اللي طالع في المايكوبكتيريوم تيوبركلوزيس. ده بالنسبه للباثوجينيسيس اوف تيوبركلوزيس او ازاي بتحصل تي بي. كمان تاني حاجه البيرسونز اللي عندهم ميديكال كونديشنز ويكند الاميون سيستم، مضاعفه معاهم الاميون سيستم شويه، زي مين؟ زي الناس اللي عندهم اتش اي في، بياخدوا سابستانس ابيوز، السيليكوزيس، الدايبيتس، السيفير كيدني ديز، كل الحالات دي، الكانسر. الناس اللي بتاخد تريتمنت زي الكورتيكوسترويد، كل الناس دي هاي ريسك للتي بي لان الاميون سيستم بتاعهم ويك. تي بي ودي في اللنج دي موست كومن تايب اوف تي بي، هنلاقي ان اول سيمتوم عندي هي بالمونري تي بي، هنلاقي على السنترال نيرفس ممكن ناخدها سيستماتيك، هتلاقي في اللنج عموما بما ان ده المكان اللي موجود فيه البكتيريا، هنلاقي فيه البيرسونز ده بيشتكي من تشيست بين هو بياخد النفس، coughing with blood بنقول عليها coughing with blood، بتكون productive cough، prolonged cough بتقعد اكتر من 3 اسابيع بيكح وكمان معاه سبيوتوم.
كمان هنلاقي على السنترال نيرفس سيستم ابيتايت لوز وفاتيج، مش ملوش نفس ياكل، تعبان دايما. على السكين هتلاقيه بالليل بالذات بيعرق كتير، بيكون بيلر، وكمان معاها فيفر اند ويت لوس. والويت لوس ده دايما بيكون لان الابيتايت بتاعته بتقل خالص، ما بياكلش كتير، فهتلاقي عمال يفقد وزن. كمان مع النايت سويتس انويتس سويتس دي والكافينج والسبيوتام، كل ده هيخليه يفقد وزنه، وهنلاحظ ان الوزن بينزل مره واحده. ازاي نعمل دايجنوزيس للتي بي ديزيز؟ لو شخص جالي انا هاي ريسك ان ممكن يحصل له تي بي، او قال ان هو تعرض لحد عنده تي بي ومش عارف اذا كان عنده تي بي ولا لا، او حتى على الاقل باين عليه السيمتوم بتاعه التي بي، قالوا ان احنا عندنا 5 ستيبس عشان نعمل دايجنوزيس للتي بي. ممكن نمبر 1 ناخد الميديكال هيستوري. طبيعي ان احنا شغلنا اول ما بنبدا عشان اشخص بيرسونز قدامي او ان انا اعرف اي حاجه عنده، لازم اخد الميديكال هيستوري بتاعه. هنعمل له فيزيكال اكزامينيشن. رقم 3 هنعمل تيست فور مايكوباكتيريوم تي بي انفكشن. هنعمل تيست للمايكوباكتيريوم. تيست ده ممكن نعمل سكين تيست، هنعرف ازاي بنعمل السكين تيست ده، وممكن اعمل بلاد تيست، اخد عينه دم ونشوف هل موجود البكتيريا فيها ولا مش موجوده. بس دول مش هيحكموا لي ان ديفينتلي البيرسونز ده عنده تي بي. كمان ممكن نعمل شيست راديولوجي، هنعمل شيست اكس راي ونشوف شكل اللنج ايه زي ما شفناها في الاول، وعرفنا شكل اللنج في حته التي بي ليتن تي بي هتكون شكلها ايه، في البالمونري تي بي شكلها ايه، وفي الميلياري تي بي شكلها ايه. كمان ممكن نعمل بكتيرولوجيكال اكزامز، واهم حاجه في البكتيرولوجيكال اكزامز عشان اقول ان ده بالفعل البيرسونز ده عنده اكتيف تي بي هو الكالشر، عشان كده بنقول عليها اتس ذا جولد ستار اوف تي بي انفكشن. اكتر حاجه بتقولني ان البيرسونز ده عنده تي بي ولا لا ديفينتلي هو السبيوتام الكالشر، سبيوتام كالشر. اول حاجه عندي اتفقنا هنعمل هيستوري. طبعا هسال البيرسونز عن الهيستوري بتاعه، هل اتعرضت لحد عنده تي بي، هل جالك تي بي قبل كده، طيب اتعرضت للسيمتوم ساعتك، هساله على كل السيمتوم، اخدت سابستنس ابيوز، كل حاجه ممكن اساله عن حد في البيت عنده تي بي. طيب وبعد كده هنعمل فيزيكال اكزامينيشن للبيرسونز ده من الهيد تو تو، واتفقنا بعد كده ان احنا هنعمل حاجه اسمها التيست. هنعمل تيست سكين تيست وبلاد تيست. بص، بوزيتيف تي بي سكين تيست وتي بي بلاد تيست، انا لو حتى طلع لي ان السكين تيست ده بوزيتيف والبلاد تيست اللي انا اخدت عينه من الدم وشفت هل البكتيريا موجوده ولا لا، ده بيقولوا لي بس ان البيرسونز ده انفكتد ويز تي بي بكتيريا، هو بالفعل موجود عنده البكتيريا. يعني لو عملت سكين تيست للبيرسونز او بلاد تيست وطلعوا بوزيتيف، ده معناه ان البيرسونز ده بالفعل عنده تي بي بكتيريا. بس انا نركز، بس انا معرفتش هل هو ليتان تي بي انفكشن ولا هو تي بي ديزيز، اكتيف تي بي ديزيز، ولا ممكن اصلا البيرسونز ده يكون واخد فاكسين البي سي جي. ما احنا عارفين ان البي سي جي فاكسين اصلا باخده عشان التيوبركلوزيس التي بي. طب ما انا ممكن البيرسونز ده او الطفل ده لسه واخد فاكسين البي سي جي، والفاكسين البي سي جي احنا عارفين ان هو لايف اتينويتد فاكسين، معنى ذلك ان انا بدي البكتيريا لايف لكن معدلها شويه، هي ويكن بس البكتيريا موجوده في البلاد، ما انا دخلتها في فاكسين هي موجوده. لو سحبت عينه الدم عشان اشوف البكتيريا موجوده ولا مش موجوده، انا بالفعل هلاقيها بوزيتيف موجوده. ففي الحاله دي انا معرفتش هل السكين تيست اللي انا طلعته ده هو قال ان هو بوزيتيف، مع ذلك ان البكتيريا موجوده، بس انا ما قلتش ان هو ولا قدرت افرق هل البيرسونز ده عنده ليتنت تي بي انفكشن، هل هو عنده اكتيف تي بي، ولا هو اصلا واخد البي سي جي فاكسين لسه واخدها وباين عندي البكتيريا في التست. فانا ما عرفتش، عشان ومع ذلك برضو ان النيجاتيف رياكشن تو اني اوف ذا تيست مش معناها ان انا اعمل اكسكلودنج للدايجنوزيس اوف تي بي ديزيز. الحته دي مهمه جدا، يعني انا مش معنى ان انا طلعت بوزيتيف هو بوزيتيف تي بي بكتيريا، اوكي انت كده قلت لي ان البكتيريا بالفعل موجوده في البلاد هنا، بس ما فرقتليش هل هو ليتنت ولا تي بي ولا اصلا البيرسونز ده واخد بي سي جي فاكسين. طب لو حاله ان هو طلع نيجاتيف، هو طلع نيجاتيف رياكشن للتيست ده، هو ده برضو في الحاله دي مش معنى ان انت بتقولي ان مفيش بكتيريا ان انا كده لا ما عندكش تي بي، لا نوت اكسكلودد دايجنوزس اوف تي بي. لازم اكمل كل التيستس اللي فاضله لحد ما نشوف هل التي بي بكتيريا موجوده ولا مش موجوده. تمام،
اول تيست عندي بنعمله هو تيوبركيولين سكين تيست، او بنقول عليه المانتوكس تيست. المانتوكس تيست ده بنعمله ازاي؟ ان احنا بناخد بندي 0.1 مللي من التي بي بروتين، اسم البروتين ده بيوريفايد بروتين درايفيتيف او البي بي دي، ده النوع اللي بناخد البروتين بتاع البكتيريا ونعمل له بروفيكيشن بطريقه معينه في المعمل عشان نبدا نحقنه في البلاد، زي بالظبط فكره الفاكسين، نبدا نحقنه في جسم في البودي بتاع البيرسونز ده عشان نشوف الرياكشن بتاعه. طبعا الرياكشن زيه بالظبط زي الفاكسين، هل في البكتيريا هيظهر لي بشكل معين، وهنعرف ايه الرياكشن دلوقتي. هنديه بسرنجه مخصصه بتاعه التي بي ونبدا نديه. المفروض ان بنديه فين؟ في الفور ارم. ليه في الفور ارم؟ بتاعت في الفور ارم لان ده المكان الوحيد اللي هيبان فيه اي رياكشن حتى لو كان ريشز، عشان كده احنا بنقول ان احنا مش بنديه للبيرسونز اللي هم عندهم سكين ريش، لان مش هيبين الرياكشن، او بمعنى اصح ممكن اوصل ان يكون عندي اوصل لحاجه اسمها فولس بوزيتيف، يعني اقول ان البيرسونز ده عنده ديزيز وهو ما عندوش اصلا الديزيز او البكتيريا. المفروض ان هو بيقعد من 48 ل 72 ساعه بعد ما ادي الانجكشنز دي، بديها طبعا انترادرمال، بيقعد بعد 48 او 72 ساعه المفروض بيظهر لي حاجه اسمها انديوريشن. انديوريشن يعني بيحصل ان الجلد شويه بيرتفع زي بالظبط الحبايه، ظهر عندي حبايه كده مرتفعه شويه عن الجلد، بنسميها هنا الانديوريشن. الطبيعي بتاعها او نورمال بتكون من 6 ل 10 ملم، يعني لو قستها بالمسطره هنلاقيها ان زي ما هو قيسها بالصوره بالظبط كده، ان الكوركت ميجرمنتس بتاعتها المفروض بتكون من 6 ل 10. في الحاله دي هو بوزيتيف تيوبر كل عنده تيوبركلين تيست، او ان هو بالفعل عنده المايكوبكتيريوم تيوبركلوزيس. طيب لما نيجي نعمل دلوقتي انتربريتيشن للسكين تيست او الانديوريشن اللي ظهرت عندي عشان اقول هو اكتيف، عنده البكتيريا موجوده في البلاد ولا مش موجوده عنده. لو طلعت نيجاتيف مفيش اي رياكشن ظهر عندي، معناها ان الانديوريشن بتاعتي او الاليفيشنز ده اقل من الخمسة، ما اتفقنا من 6 ل 10، يبقى هي لو اقل من 5 القطر بتاعها اقل من 5 ملم معنى ذلك ان هي نيجاتيف سكين تيست او مانتوكس تيست. في الحالة دي انا هعمل له حاجات بقية التيست عشان اشوف هل هو كله نيجاتيف ولا التيست بتاعي ده اللي مش مبين البكتيريا. طب في حالة ان هي عدت الخمسة اكبر من او يساوي الخمسة، دخلت بقى في النورمال بتاعي ميجرمنت بتاعتي ان في انديوريشن بتدليلي ان في مايكوبكتيريوم تيوبركلوزيس موجودة عندي في البلاد. في حالة ان هو بوزيتيف تي اس تي، البيرسونز ده هيكون محتاج اديشنال تيستز زي مثلا تشيست اكس رايز، بيوتام كالتشر، عشان نتأكد هل هو ليتن تي بي ولا اكتف تي بي، لان احنا اتفقنا من الاول ان السكين تيست اوكي هيقول ان في بكتيريا، هل هيفرق لي البكتيريا دي سبب البكتيريا دي عامله لي ليتنت تي بي او اكتيف تي بي؟ لا، ولا بيبين البكتيريا دي ليتنت ولا اكتيف، ولا حتى بيبين لي البكتيريا دي كان سببها فاكسين البي سي جي، لسه اخد فاكسين مثلا وباين عندي في البودي بتاعه ولا لا. هي ما بينتليش اي حاجه، هي بتقول لي موجود بكتيريا ولا مش موجود بس. في حالة ان الديوريشن اكبر من او يساوي الخمسة مليمتر ان دايمتر، في الحالة دي بنقول ان هو بوزيتيف. البيرسونز ده اعمل له افسره ازاي؟ او بيكون البيرسونز ده مين؟ ممكن يكون البيرسونز ده هو ال HIV infected persons، واحد عنده HIV infected person فالاميون سيستم بتاعه ضعيف، بالتالي هو عنده البكتيريا فطلعت الاليفيشن اكبر من او يساوي الخمسة مليمتر في خلال 48 ساعة، او recent contact مع active TB infection الاميون سيستم بتاعه ضعيف فايه طلعت لي الانديوريشن ضعيفه، ما تفعلش شويه قوي الرياكشن بتاعه مع البروتين اللي انا مديه، عشان كده طالع الانديوريشن قليله اكبر من او يساوي الخمسه. الريسنت كونتاكت لسه واحد متعرض قريب لحد عنده اكتيف تي في، فالبكتيريا ما فيش مالتيبليكيشن كتير فطلعت برده الانديوريشنز عندي قليله. في عنده تشنجز في الاكس راي او اورجان ترانسبلانت، لسه ناقي العضو قريب، فبالتالي الانديوريشن بتاعتي هو البكتيريا موجوده لكن الرياكشن بتاع البكتيريا او قوتها مش قوي بالنسبه للبروتين اللي انا مديها له، فلسه حاجات ريسنت. طيب لو الديوريشنز دي اكتر من او يساوي 10 ملم معنى ذلك ان الرياكشن اقوى، البيرسونز ده ممكن يكون اقل من 5 سنين وجاي لي من مكان هاي بريفالنس تي بي، تي بي كونتريز، في اماكن كتيره هاي ريسك ان ممكن تكون فيها او موست كومن فيها قوي تي بي، فالبيرسونز ده جاي من مكان زي ده فالديوريشنز بتاعتي الرياكشن عالي. ممكن اي في دراج يوزرز، الناس اللي بتاخد صابي
سبستنس ابيوز، واتفقنا ان دول من اول اصلا ريسك فاكتورز للتي بي. عندنا كمان الهاي الامبلوي اوف هاي ريسك سيتنج زي مثلا النيرسز، المايكوباكتيريال لاب بيرسونال الناس اللي شغالين في المعامل، للتشيلدرن الاقل من 4 سنين وهكذا. طيب لو الانديوريشن طلعت اكتر من او يساوي 15 ملم ده كده معنى ذلك ان الرياكشن عالي جدا، ده البكتيريا كميتها كبيره جدا في البادي. ده التفسير بتاعها بتحصل في مين؟ قالك دي هتحصل في البيرسونز اللي هم نوت نومن ريسك فاكتورز فير تي بي، معنى ذلك ان الاميون سيستم بتاعهم شغال كويس جدا، فانا لما دخلت له البروتين ده حصل رياكشن عالي جدا مع البروتين بتاع البكتيريا، فعملت لي انديوريشن اكبر من او يساوي 15. ودي في الحاله دي لازم اعمل له اديشنال تيستس عشان نتاكد هل هو اكتيف تي بي ولا ليتنت تي بي ولا هو اصلا واخد الفاكسين. يبقى اتفقنا لحد دلوقتي السكين تيست او المانتوكس تيست انا بس بقول البكتيريا دي موجوده ولا مش موجوده، بس البوزيتيف منه ما يقوليش ولا هو ليت هل هو ليتنت تي بي ولا اكتيف تي بي ولا البيرسونز ده اخد بي سي جي فاكسين ريسنت. اوكي في تي بي ولا لا. تاني تيست عندي هو البلاد تيست. البلاد تيست بنقول عليه الانترفيرون جاما ريليز اسي. الانترفيرون جاما ريليز اسي ده بستخدمه في ده بقى بيميزه حاجه، احنا كنا قلنا في السكين تيست ان انا لما يطلع بوزيتيف انا ما بفرقش ليتنت من اكتيف من ان هو اخد البي سي جي فاكسين. هنا بقى بيفرق البلاد تيست او الانترفيرون جاما ريليز اسي ده عن السكين تيست ان انا هنا هفرق انا هشوف البكتيريا موجوده في البلاد ولا لا، يعني هاخد بلاد عينه بلاد وهشوفها موجوده في البلاد ولا لا، بس هفرق هل البكتيريا دي سببها ريسنت بي سي جي فاكسين ولا اصلا هو عنده المايكوباكتيريوم تيوبركلوزيس. فده الفرق بينهم الاثنين. بس في الحالتين انا حتى لو طلع لي بوزيتيف جاما ريليز انترفيرون جاما ريليز اسي هو بالفعل برده مش هيفرق لي بين ان البيرسونز ده عنده ليتنت تي بي او اكتيف تي بي، فانا محتاجه برده اديشنال تيست زي شيست اكس راي والسبيوتام كالشيوم. ده بستخدمه في الناس اللي هم اخدين بالفعل بي سي جي فاكسين، والناس اللي عندهم مشكله ان هم يرجعوا لي تاني بعد 48 ساعه او 72 ساعه عشان اشوف الرياكشن بتاع السكين تيست، لان طبعا البلاد تيست النتيجه بتطلع في خلال 24 ساعه ما بسحب التحليل. بعد كده رابع طريقه البكتيرولوجيكال اكزامينيشن، او خامس طريقه البكتيرولوجيكال اكزامينيشن في كلينيكال سبيسمنت للتي بي. يعني انا هاخد سبيسمنت من سواء كان سبيوتم من السبيوتم بتاعه البيرسونز عشان اشوف هل البكتيريا موجوده ولا لا. عندنا 4-5 طرق بالنسبه لنا. اول حاجه السبيسمنت كولكشن، السبيسمنت كولكشن عندنا الاسيد فاست باسيلاي سمير، نيوكليك اسيد امبليفيكيشن، والسبيسمنت كالتشرنج، وهنعمل دراج سنسيتيفيتي تيستينج. لو الكالتشر طلعت بوزيتيف يبقى لازم على طول يليها هنعمل دراج سنسيتيفيتي تيستينج. اول نوع عندي هو السبيسمنت كولكشن. سبيسمنت كولكشن معناها ان المفروض ان انا اخد عينه من اي بيرسونز هاي ريسك ان يكون قدامي باين عليه سيمتوم بتاعه التي بي، ناخد على الاقل 3 كونسيكيوتيف سبيوتوم سبيسمنت، 3 عينات من السبيوتوم، كل واحده هناخدها من 8 ل 4 بين كل عينه والثانيه من 8 ل 24 ساعه، at least one being at اللي على الاقل واحده فيهم هتكون الصبح بدري. طيب السبيسمنت اللي احنا اخدناها دي هنعمل بيها 3 حاجات. اول حاجه الاسيد فاست باسيلاي، وهنعمل النيوكليك اسيد امبليفيكيشن والسبيوتوم كالتشر. الاسيد فاست باسيلاي احنا اتفقنا من الاول خالص في شكل البكتيريا قلنا ان هي عباره عن اسيد فاست باسيلاي، هي اسيد وفاست باسيلاي، معنى ذلك ان انا هحطها هحط السبيسمنت دي تحت الميكروسكوب وهنبدا نعد عندي كام بكتيريا، بستخدمها عشان اشوف الديجري اوف انفكشوسنس اوف اكتيف تي بي. لو الانترفيرون جاما ريليز اسي ده بوزيتيف معناها ان انا محتاجه شيست اكس راي وسبوتام كالتشر او الاثنين عشان افرق بين الليتنت والاكتيف تي بي، لكن انا عرفت هو سببه بي سي جي فاكسين ولا المايكوباكتيريوم تيوبركلوزيس انفكشن. تالت حاجه عندي تيست ممكن نعمل شيست راديولوجي او شيست اكس راي. الشيست اكس راي فيها حته مهمه جدا، انا لو طلع لي شيست اكس راي بيقول ان هو ايت سجست تي بي، هو بيقول لو هو اب نورمال قدامي انا ممكن اقول ان
احتمال يكون عنده تي بي، لكن cannot be used to definitely diagnose the تي بي. هو مش هيأكد لي ان البيرسونز ده عنده بي. هو في abnormality في الشيست في الشيستري اكس راي، لكن ايه الابنورماليتيز دي؟ هل هي سببها تي بي ولا هو اكيد تي بي ولا ممكن يكون سبب تاني؟ يبقى الشيست اكس راي suggest not diagnose the تي بي. هو بيقترح او بقول احتمال يكون الابنورماليتي دي سببها تي بي. بعد ما اعمل سكين تيست وطلع بوزيتيف، فانا بقول احتمال يكون سببه التي بي، لكن انا ما اقدرش اقول دايجنوزز للتي بي من الشيست اكستريم. لكن انا بعمل دايجنوز بحاجه واحده بس، هي السبيوتم كالشيوم. طيب لو طلع الشيست اكس راي نورمال، نورمال شيست اكس راي كان رول اوت، ممكن يحكم لي ويقول لي اوف بالمونري تي بي ان بيرسونز وذ نورمال اميون سيستم. انا ممكن في حاله ان الشيست اكس راي بتاعي طلع نورمال، انا اقول ان في الحاله دي البيرسونز اللي الاميون سيستم بتاعه تمام، بشرط الاميون سيستم بتاعي يكون تمام. انا في الحاله دي ممكن اعمل رولينج اوت للبالمونري تي بي، انا اقول ان البيرسونز ده نوت انفكتد وذ التي بي، هاكد ان هو ما عندوش التي بي، بس بشرط ان يكون عندي نورمال immune system، اللي هو حتى لو كان السكين تيست طلع بوزيتيف وما عندوش سيمتوم وكمان الاميون سيستم بتاعه تمام، في الحاله دي انا ممكن اقدر اعمل بالشيست اكس راي رول اوت للبوسيبيليتي اوف بالمونري تي بي. بس بقى في حاله واحده بس، حتى لو الشيست اكس راي احنا اتفقنا في السلايد اللي فاتت ان الشيست اكس راي طلع نورمال والاميون سيستم بتاعي تمام، حتى لو كانت السكين تيست بوزيتيف، انا في الحاله دي ممكن اقول ان البيرسونز ديفينيتلي ما عندوش تي بي. طيب ممكن في حاله واحده تانية رير، ان في حاله تانية ممكن يحصل لي ان الشيست اكس راي يطلع نورمال واتيبيكال فايندينج، مفيش اي حاجه في الشيست تمام واللونج تمام ومفيش اي حاجه، مع ان البيرسونز ده عنده اصلا تي بي. دي في حاله واحده بس، وهم البيرسونز اللي هم انفكتد بالاتش اي في ديزيز، الناس اللي عندهم ايدز. ليه بقى الناس اللي عندهم ايدز؟ لان الكافيتيشن اللي اتفقنا عليها اللي بتبان عندي في الشيست اكس راي ونقول ان ده بالفعل عنده اكتيف تي بي، الكافيتيشن دي زي ما شرحناها في الباثوفيسيولوجي وازاي بيحصل التي بي، ما بتحصلش الا لما بيحصل فايتنج بين الماكروفيجز والبكتيريا اللي دخلت عندي. معنى ذلك ان الاميون سيستم بدا يشتغل وفايت للبكتيريا دي، وفي الاخر حصلت الكافيتيشن والماكروفيجز ما قدرتش تعمل فايتنج للبكتيريا. معنى ذلك ان الاميون سيستم شغال. طب في حاله الايدز الاميون سيستم بتاع البيرسونز ده اكيد مش شغال خالص، فمش هيظهر عندي اي حاجه في الشست. شست اكس راي هتكون نورمال، باين عندي مفيش اي حاجه في الشست، مع ان البيرسونز عنده اكتيف تي بي. في حاله واحده بس، هو الاتش اي في انفكتد بيرسونز، لان الاميون سيستم ما بيعملش اي رياكشن ولا اي ريسبونس للتي بي اورجانيزم. سو ان اتش اي في انفكتد بيرسون اني ابنورماليتي في الشست راديولوجي مي بي انديكيتيف للتي بي ديزيز. تاني نوع عندي هو النيوكليك اسيد امبليفيكيشن. معناها ايه؟ انا هنا ببص بقى على الار ان اي والدي ان اي بتاع البكتيريا، هل هو موجود في السبيسيمين دي ولا مش موجود. بستخدمها عشان اعمل كونفيرميشن السمير بوزيتيف. يعني لو السمير اسيد فاست سمير دي طلعت بوزيتيف، انا هعمل كونفيرميشن عن طريق النيوكليك اسيد، اشوف هل الار ان اي دي اللي موجود عندي، الار ان اي والدي ان اي بتاعتها، هي بتاعت المايكوبكتيريوم تيوبركلوزيس ولا لا. وما ينفعش اقول ان انا عملتها اول مره وطلعت نيجاتيف في الحاله دي ان هو ما عندوش تي بي، لا لازم اعيدها تاني كم مره عشان نشوف، عشان اقدر اعمل اكسكلودنج للتي بي، ويليها على طول بنعمل اسبيوتام كالشيوم. تالت حاجه في البكتيريولوجيكال اكزامينيشن هو المايكوبكتيريوم كالشيوم، ودي بنسميها الجولد ستاندرد فور تي بي دايجنوزز، لان دي اكتر حاجه بتقول ديفينيتلي البيرسونز ده عنده اكتيف تي بي ولا ما عندوش. الكالشيوم بستخدمها عشان دايجنوز الاكتيف ماكتو مايكوبكتيريوم تيوبركلوزي، يبقى دي الحاجه الوحيده لحد دلوقتي اللي فرقت لي بين الليتنت والاكتيف تي بي، وهي اللي ديفينيتلي هتقول دايجنوزز للتي بي. ديترماين ويذر التي بي از بالمونري، هل هو بالمونري ولا اكسترا بالمونري تي بي. مونيتور الافكتيفنس بتاع التريتمنت، وبتقول لي هل البيرسونز ده نو لونجر انفكتشوز، هل هو ما جالوش ديزيز اصلا قبل كده ولا لا. دي طبعا الجولد ستارز بتاعتنا، يبقى ما ينفعش اعمل اي تيست ده غير لما في الاخر لازم اعمل سبيوتام كالشر عشان نشوف ديفينيتلي دايجنوزنج للاكتيف تي بي ولا لا.
لو الكالتشر دي طلعت بوزيتيف معناه ان هو كونفيرميشن ان البيشنت ده عنده اكتيف تي بي ديزيز. طب لو نيجاتيف doesn't rule out تي بي ديزيز. ليه؟ لان اللايف تيوبركلوزيس بس اللاي دي ممكن ما تكونش موجوده في السبيسمنت بتاع السبيوتوم، ما تكونش موجوده من السبيسمنت العينه اللي انا واخداها، فلازم اعيد تاني الكالتشر دي. عشان كده لازم نعمل فولو اب بكتيرولوجيكال اكزامينيشن. السبيسمنت دي شود بي اوبتيند ات مانثلي انترفال، على الاقل مرتين ورا بعض نعمل لهم كالتشر ونقول ان هو نيجاتيف. لو انا عملت مرتين ورا بعض كل مره بينها وبين الثانيه شهر وطلعت نيجاتيف، في الحاله دي انا ممكن اقول ان هو نيجاتيف تي بي. الناس اللي عندهم drug susceptibility testing المفروض ان انا عملت culture والبيرسونز ده طلع positive culture، يعني معنى ذلك ان البيرسون عنده active TB، هسيبه كده؟ المفروض ان احنا نبدأ نديله treatment. قبل ما ادي التريتمنت لازم نعمل حاجة اسمها drug susceptibility testing، يعني نشوف هل التريتمنت regimen اللي انا هديهوله ده ونوع الانتبيوتيك اللي انا هديهاله هل هتعالج معاه البكتيريا دي ولا هو عنده resistance لنوع معين من الانواع دي. فبنبدأ نعمل drug susceptibility test عشان ابدأ على اساسه اديله الريجيم بتاع التريتمنت بتاعه. لكل البيشنتس المفروض ان انا بديهم فيرست لاين تريتمنت اوف تي بي عشان نشوف فيرست لاين تريتمنت. هم اربع نوع انتي بايوتيك بنديهم للتي بي ديزيز، بنقول عليهم الفيرست لاين دي، ده اول جرعه من التي بي ديزيز اللي هم الايزونايزيد والريفامبين والايسامبتول والبيروزينامين. هم دول اربعه انتي بايوتيك المفروض بياخدهم في الفيرست لاين انتي تي بي دراج. انا بعمل ليه التست ده عشان اشوف هل هو عنده ريزيستنس لاي نوع من الفيرست لاين ده ولا ما عندوش، عشان لو عنده ريزيستنس انا ببدا اغير له النوع ده. هنعمل له كمان مالتي دراج ريزيستنس تي بي تيست، هنشوف هل في عنده ريزيستنس لاكتر من نوع من الدراج. احنا شفناه اول حاجه، اول تيست عملناه نشوف على لو عنده اي ريزيستنس من الفيرست لاين دراج، او تاني تيست هنعمله هنشوف لو عنده اكتر بقى من نوع. لو البيرسون ده ريزيستنس تو ات ليست، امتى بقول ان هو عنده مالتي دراج ريزيستنس تي بي رياكشن؟ في حاله ان البيرسون ده ريزيستنت لات ليست تو اوف ذا فيرست لاين انتي تي بي دراج، طلع عنده اتنين من الدراج الانتي بايوتيك بتاعت الفيرست لاين عنده ريزيستنس منها، في الحاله دي زي مثلا ايزونايزيد وريفامبسين، في الحاله دي بنقول عليه مالتي دراج ريزيستنس تي بي. طيب ايه الاكستنسيفلي دراج ريزيستنس تي بي ده؟ بيقول امتى بقول على البيرسونز كده؟ ان البيرسونز ده عنده ريزيستنس للفيرست لاين دراجز كلها الاربعه دراج بلس ات ليست 1 اوف 3 من الانجكتابل سكند لاين دراج. طبعا احنا عندنا الفيرست لاين دراج بتبقى تابلت، الاربعه دراجز اللي احنا قلنا عليهم، والسكند لاين بيكون الاميكاسين والكانامايسين والكابريمايسين، ده انجكشن ده سكند لاين دراجز. امتى بقى بقول ان البيرسونز ده مالتي دراج؟ لو هو عنده اتنين على الاقل من الفيرست لاين اللي هم التابلت. طب اكستنسيفلي دراج ريزيستنس، على عنده ريزيستنس من الاربعه الانتي بايوتيك تابلت الاولانيين الفيرست لاين وعلى الاقل واحده كمان معاهم من الانجكتابل انتي بايوتيك او سكند لاين دراجز للتي بي. طيب تريتمنت ازاي هنعالج التي بي اللي كان تي بي انفكشن؟ المفروض اتفقنا من الاول خالص ان احنا هنديله تريتمنت عشان ايه؟ عشان نمنع البروجريشن اوف تي بي ديزيز، ان ما يحصلش ري اكتيفيشن تاني للتي بي. هنديله الفيرست لاين دايما الليتنت تي بي، بنديها الفيرست لاين دراجز اللي هو الايزونايزيد وريفامبين وريفامبتين. ليه احنا بندي التريتمنت بتاع التي بي؟ طبعا عشان نقلل ترانسميشن اوف مايكوباكتيريوم تيوبركلوزيس ونعمل كيور من الديزيز ده ومينيمايز الريسك اوف ديث اند ديسابيليتي. ده طبيعي لاي ميديكيشن بنديه في حاله التي بي او اي ديزيز انفكشن. التريتمنت بتاع التي بي ديزيز المفروض قالك ان المور تي بي كل ما كانت البكتيريا كتير كل ما كان التريتمنت بتاعي هياخد وقت اطول. يعني احنا عندنا في بعض التيستس بنشوف بيها الانفكشوسنيتي عدد البكتيريا اللي موجود عندي، زي مثلا الاسيد فاست باسيلاي، بنشوف قد ايه عندي الانفكشوسنيتي بتاعه البكتيريا دي. فكل ما كانت البكتيريا اللي موجوده عندي كتيره كل ما كان التريتمنت هياخد معايا وقت طويل من 6 ل 9 شهور بالفيرست لاين انتي تي بي دراج. عشان كده عملنا استراتيجي. ومشكلة التي بي قبل كده اللي خلاه ري ايمرجنج ديزيز ان الناس كانت بتاخد التي بي الفيرست لاين دراج ده وما بتكملش التريتمنت بتاعها،
تاخد شويه لحد ما يبقى السيمتوم بتاعته خفت، فخلاص يسيب التريتمنت شويه ويرجع له تاني التي بي. وبعد ما عالجنا التي بي وقلنا خلاص التي بي راح، رجع تاني بقى ري ايمرجنج ديزيز، ظهر عندي تاني وباقوى من الاول، وبقى عشان كده وبقينا نعمل دراج ريزيستنس تيست، ويبدا ويلاقي ان البيرسونز دول عندهم ريزيستنس لانواع كتيره من الميديكيشن، فبقى التريتمنت صعب عليا جدا. WHO بدأت تعمل لي استراتيجي سمتها الدوتس. ايه الدوتس دي؟ دي الاستراتيجي عشان نعمل تريتمنت للتي بي. الدوتس ده دايركتلي اوبزرفد ثيرابي شورت كورس. دايركتلي اوبزرفد يعني معنى ذلك ان انا هبص على البيشنت وهو بياخد الثيرابي. اتس انترناشونالي كومنتد استراتيجي للتي بي كنترول، معناها ان انا اعمل واتشنج للبيشنت، هبص عليه وهو سوالوينج كل دوز من الميديسن، كل تابلت هياخدها انا هبص يجي عندي ياخد التابلت وابص عليه لحد ما يبلعها وبعد كده يمشي، عشان ما يحصلش عندي دراج ريزيستنس وبعد كده يحصل ان البيشنت ده مش كيور من التي بي وانفكتيف اكتر من اكتر عدد من الناس. ايه الفايف اليمنت من الدوت استراتيجي دي؟ الدوت استراتيجي دي حطوا لها فايف اليمنت لازم تكون موجوده فيها عشان اقول ان انا طبقت الاستراتيجي صح. لازم يكون في government commitment للتي بي sustained control activity. لازم الحكومة بتاعتي اصلا يكون عندها commitment ان هي عايزة تعمل control للتي بي. case detection by sputum احنا دايما بنعمل زي survey، نبدا نعمل detection للكيسز دي عن طريق ان احنا بنعمل sputum smear sputum culture لاي حد عنده symptom بتاعه التي بي، وبنبدا نطلع الحالات بدري الى detection للحالات ونديهم الدوس عشان يمنعني الانفكشن. standardized treatment كلنا لازم يكون في الجوفرمنت بتاعتي treatment، هو مريض التي بي في اي حته هياخد نفس التريتمنت ريجيم اللي احنا هنديه لكل اي patient، بياخده من حوالي من 6 ل 8 شهور. وذ الدوتس لازم يكون بالاستراتيجي بتاعنا اللي هو دايركتلي اوبزرفد ثيرابي، لازم ابص عليه وهو بياخد الميديكيشن. لازم رابع حاجه ان يكون في ريجولار والانتربتد سبلاي اوف اسينشال انتيتي دراج. مش هنيجي في مره ما نلاقيش الدراجز موجوده عندي في الجوفرمنت، طب ينفع الدراجز مش موجوده؟ معنى ذلك ان هيحصل ريزيستنس ثاني وهنرجع لنفس المشكله بتاعتنا. لازم يكون عندي ستاندردايز ريكوردينج ريبورتينج سيستم، عندنا ريكوردينج سيستم اي حد عنده تي بي ماشي على الدوتس لازم نعمل له ريكوردينج reporting. ازاي نمنع التي بي؟ طبعا عن طريق الانفكشن كنترول، ما انه انفكشوس ديز هايلي كونتاجوس ديز، يبقى لازم يكون في انفكشوس انفكشن كنترول في الهيلث كير سيتنج، سواء كان على الادمنستريتيف ميجرز او الانفايرمنتال كنترول، وان احنا نستخدم البروتكتيف ايكويبمنت. اول حاجه على administrative measures لازم يكون في responsible person مسؤول قدامي عن الانفكشن كنترول. لازم يكون في ان احنا ensuring availability of system للليب، نعمل testing دايما في اللابس، equipment processing effective management strategy، يكون عندي isolation room للناس اللي هيجي لها تي بي، نعمل دايما educational session وtraining للستاف ازاي يتعاملوا مع البيشنت اللي عنده تي بي، risk assessment للستاف والبيشنت دايما بعمل لهم assessment، وان احنا نستخدم البوسترز ونعلقها في الاماكن كلها عن التي بي كنترول استراتيجي. طب الانفايرمنتال ميجرز للتي بي بالنسبه للبرايمري انفايرمنت، طبعا لازم يكون عندي فنتيليشن كويس، ميكانيكال فنتيليشن، لوكال اكزهوست فنتيليشن للناس اللي هنعمل لهم ايزوليشن عشان ما يطلعوش الانفكشن بره، هنعمل اير بورن انفكشن ايزوليشن، هاي افشنسي بارتيكوليت اير فلتر، هنركب فلتر مرشحات في الاماكن اللي هيكون فيها ايزوليشن، او هنستخدم الاشعاعات الالترا فايلنت علشان تمنع ان البكتيريا دي تطلع وتنتشر من البيرسونز اللي انا عامله له ايزوليشن عندي في المكان في الهيلث سيستم. طيب عموما ازاي بقى نعمل تي بي بريفنشن؟ طبعا بريفنتنج الاكسبوجر للتي بي ديزيز لما بيكون حد مسافر بره ولا حاجه، سيكينج ميديكال كونسلتيشن لو تعرضت لحد عنده تي بي، وبريفنتنج لليتنت تي بي انفكشن عن طريق فروم بروجريشن ان هو يتحول لاكتيف تي بي، وان احنا دايما ندي للاطفال بتاعتنا البي سي جي فاكسين عشان او اي حد مسافر بره بندي له البي سي جي فاكسين عشان يكون بروفلاكتيك ان هو يحصل له اكوايرنج. Thank you.